الفنانة السورية جيني إسبر لا تمانع التجميل، وتزوجت وانفصلت ولديها ابنة وما لا تعرفه عنها. هي نجمة تميزت بجمالها الأخاذ، أثبتت نفسها بجدارة ضمن الصفوف الأولى في التمثيل. جيني إسبر ممثلة سورية، ملامحها الأوروبية التي اكتسبتها من والديها مكنتها من جذب الانتباه إليها والتألق لتخوض مجالات متنوعة من الفن. بدأتها بعرض الأزياء ثم الإعلانات وصولا إلى التمثيل الذي حصدت من خلاله أرشيفا كبيرا. ولدت الفنانة جيني إسبر البالغة من العمر 39 عام في دونتسك في أوكرانيا بتاريخ 20 أغسطس عام 80 من أب سوري أرميني وأم أوكرانية. وقد درست الفنانة السورية جيني إسبر في جامعة تشرين تخصص تغذية وتربية رياضية. حصلت الفنانة جيني إسبر على لقب ملكة جمال مرتين، ففي المرة الأولى حصلت على لقب ملكة جمال المغتربين في أوكرانيا عام 96، وفي المرة الثانية كان لقب ملكة جمال مهرجان الرمال الذهبية في مدينة طرطوس السورية عام 2001. تزوجت الفنانة السورية جيني إسبر من المنتج عماد محسن ضحية في عام 2008، حيث أثمر هذا الزواج عن ابنتها الوحيدة ساندي عام 2013، لكنهما انفصلا في عام 2015. وفي حديثها عن موضوع طلاقها أشارت جيني إسبر إلى أن الطلاق حصل قبل حوالي العام من الإعلان عنه. وقالت جيني إسبر: نعم لقد حصل الانفصال منذ فترة ليست طويلة جدا، أي منذ حوالي عام تقريبا، إلا أنني وعماد لم نفصح عنه لوسائل الإعلام. لكون الأمر محض شخصي وليس من الضروري أن ينشر في الصحافة ويتم تداوله في وسائل الإعلام. وعن أسباب طلاقها قالت جيني إسبر: جاء بسبب اختلاف المفاهيم، فتجد أن شخصين يمكن أن يسيرا معا لمسافة طويلة ولكن يمكن أن يفترقا بعد ذلك. وتابعت جيني إسبر: ويذهب كل منهما في طريق، حيث يجد كل شخص أن حياته في اتجاه ما، وهذا ما حصل بيني وبين زوجي السابق المنتج عماد ضحية، فكان الانفصال. وأشارت الفنانة السورية جيني إسبر إلى أن ابنتها تعيش معها وهي تحافظ على علاقة صداقة بطليقها قائلة: أنا وعماد صديقان وأنا أحترمه كثيرا على الصعيد الشخصي. وتابعت جيني: وهو شخص محترم وله معزة في قلبي، ونحن لم ننفصل بمشاكل أو خلافات كبيرة، وإنما كان ذلك خيارا مشتركا. ومنذ طلاق جيني إسبر تلاحق جيني الكثير من شائعات الارتباط سواء بالخطوبة أو الزواج، وهو الأمر الذي دائما ما كانت تلجأ إلى نفيه تماما.
ولا يخفى على أحد ممن يشاهد صور جيني إسبر بين الأمس واليوم التغير الكبير والواضح في ملامح وجهها، مما يؤكد خضوعها لعمليات تجميل. وهو الأمر الذي لا تنكره هي، بل تتحدث عنه بصراحة. وكانت قد صرحت الفنانة السورية جيني إسبار بأنها مع عمليات التجميل من أجل تحسين المظهر، فهي أجرت عملية تجميل لأنفها. كما ولجأت إلى حقن البوتوكس والفيلر وتقويم أسنانها. وعن مشوارها الفني، فقد بدأت جيني إسبر مشوارها الفني من خلال عملها كعارضة أزياء لفترة طويلة، وشاركت بعدها في العديد من الإعلانات التلفزيونية. ثم خاضت الفنانة جيني إسبر مجال التمثيل من خلال فيلم قصير تحت عنوان رقصة مع الشمس عام 95 للمخرج نضال دوهجي. وفي العام 2002 كانت بدايتها التلفزيونية مع الممثل السوري القدير ياسر العظمة، الذي قدمها لأول مرة من خلال مسلسل مرايا. وبعدها شاركت الفنانة السورية جيني إسبر في الكثير من المسلسلات الدرامية التي تعدت العمل الواحد في العام نفسه. ففي العام 2002 قدمت إلى جانب مسلسل مرايا أكثر من عمل، من بينها السفينة وقطار المسافات القصيرة. وفي العام 2003 قدمت مسلسل خبز وملح وبنات أكريكوز، وفي عام 2004 شاركت في مسلسلات أهل المدينة وشهرزاد والحكاية الأخيرة. وفي عام 2005 شاركت في مسلسلات الطريق الوعر وحاجز الصمت، وفي عام 2006 شاركت في مسلسلات الزيز فون وسقف العالم. كما وشاركت في مسلسلات جريمة بلا نهاية وحادثة على الطريق ونساء من البادية ومن غير لي وقاع المدينة وصبايا بموسمه الأول وأبو جانتي وتخت شرقي. وكانت قد تعرضت الممثلة السورية جيني إسبر لموجة من الانتقادات الساخرة بسبب صورة نشرتها على صفحتها عبر انستغرام. صورة نشرتها على انستغرام ظهرت فيها شديدة النحافة وبملامح وجه لم يعتدها المتابعون. كما وكانت جيني إسبر مؤخرا قد أجرت عمل جراحي قبل فترة، وتم من خلاله استئصال ليف دموي وورم حميد من البطن.